لما غنى سعد المجرد غنية أنت معلم، أنا أسعد لي حياتي، حسيت إنه في شيء غنية ما بتشبه غنية، ما بتشبه حدا، ما بتشبه ولا غنية، حبيتها. وهي كانت شبابية شبابية يعني بشكل إنه الناس يعني يلي وضربت، شفت قديش ضربت الغنية. ليش الغنية التونسية اللي بتقول يا ليلي يا ليلى يا الله، المطرب التونسي اسمه بالتي، هاي بتحبيها كثير؟ أنا بحبها، مو بس بحبها، معانيها معانيها، بورجيك الفقر لوين ممكن يسحق البني آدم ويقتله أحلامه هذا الطفل يلي حمودة. ما أقول ليك ما أحلى. ما سمعونا ياها ولا ما بدكم سمعونا ياها؟ ما بعرف شو بنغنيها كلها، حافظينها ولا ما لكم حافظينها؟ هي صعبة هلا. طيب. هي صعبة لأنه هي باللهجة التونسية. هلا أنا حافظها. طب إذا أنت حافظها قولها. إيه بس بدنا بتعرف فيكم تصيبوها؟ هات لنشوف. ويا ليلي يا ليلى وش بش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلى زيروا في قلبي غمة، حب نطير نطير الفوق، حب يقصوا لجناحي، ولادك راني مخنوق منك طالب اسماحي. ويا ليلي ويا ليلى وش بش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمان، حب نطير نطير الفوق، حب يقصوا لجناحي، ولادك راني مخنوق منك طالب اسماحي. قلتي لي في بدك تقولي لي غنية تانية عم بتحبيها. أنا أيها لما كنت بالمغرب في فرقتين عندهم كانوا سحروني، فرقة جيل جيلالة وفرقة الناس الغيوان. أوكي. بالمغرب. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، والنبي يا جيراني لو صبت الزاد من غده نمشي له، والنبي يا جيراني لو صبت الزاد من غده نمشي له، نهدي مالي وشبابي وانا غرضي نزور رسول الله، نهدي مالي وشبابي وانا غرضي نزور رسول الله، إن شاهد نور عياني نطوف بالكعبة نزورها ونلبي، إن شاهد نور عياني نطوف بالكعبة نزورها ونلبي، والناس زارت محمد الله الله، وهو سكن لي بقلبي الله الله، مجنون ما ناشي مجنون الله الله، ويالله يا مولانا الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. اسم الله عليك، اسم الله عليك.